كل عام ترتفع أسعار المحروقات مع اقتراب فصل الشتاء، حيث الحاجة الماسة والطلب المتزايد على مواد التدفئة والكهرباء، والتي بات الحصول عليهما أمراً مستحيلاً في ظل هذا الغلاء الفاحش. فقد وصل سعر لتر المازوت إلى 5 ليرات تركية، مما ينعكس بشكل كبير على كل تفاصيل الحياة هنا في الشمال السوري. بالنسبة لغلاوه المحروقات رح تأثر على كل شيء، على قوت المواطن، يعني أقل شيء الخبز، وعلى الزراعة وعلى الصناعة، على كل شيء رح يكون له تأثير، يعني حتى على القطاع الصحي يعني رح يكون له تأثير، لأنه الدنيا جاي على الشتاء هلا، يعني من دون ما يكون في غلاء للمحروقات فالمواطن كثير من داء، يعني عرفت عليك، وبنى تحتية ما في، حتى بنى فنية ما في، يعني المواطن مخنوق، وهي رح تزيد الخنقة تبعه. يعني الغذاء والماء والدواء وحاجة أخرى ضرورية لطالما شغلت الأهالي مسألة تأمينها، لكن لفصل الشتاء أعباء إضافية تتمثل في الحصول على موارد التدفئة، والتي كان المازوت أحد أهم مصادرها الأساسية قبل هذا الغلاء، في حين ترتفع أسعار البدائل الأخرى كالحطب والبيرين. وأما عن الكهرباء التي ستحتاج إلى مولدات الديزل المكلفة بعد أن بدأت الطاقة الشمسية البديلة تنخفض تدريجياً مع قدوم الشتاء. مادة الناس على الكهرباء هي الطاقة البديلة بأغلب أحيان، اللي هي الطاقة الشمسية، ولكن الشيء هذا بتم الاعتماد عليه في فصلين، الربيع والصيف أكثر شيء. هلأ بعد دخول فصل الشتاء خف الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل كبير كثير، يعني شو اسمه، صارت الناس الآن عم تعتمد على المولدات، والمولدات طبعاً بنعرف تطلب محروقات، والمحروقات غالية كثير على أيامنا هذه، واقعنا عم نعيشه. إذن لا بدائل متاحة أمام الأهالي في الحصول على الدفء والكهرباء خلال الأشهر القادمة، والتي ستكون أقسى على قاطني الخيام الذين سيضطرون لمواجهة شتاء آخر تحت أغطية قماشية. شتاء آخر على الأبواب يحمل معه مصاعب ومتاعب إضافية تثقل كاهل الأهالي هنا في الشمال، ضمن مأساة قادمة تضاف إلى مآسي القصف والنزوح والتشرد. منير الحاجي لتلفزيون سوريا، جسر الشغور، ريف إدلب.